تحية طيبة مشاهدينا ومرحبا بكم معنا في رحلة ميديا ان تي في من جهة لجهة. رحلتنا مستمرة والآن احنا متواجدين بجهة فاس مكناس وبالضبط في مدينة فاس، وحسب التقطيع الجهوي الجديد فهذه الجهة هي رقم 3 في قائمة جهات المغرب. مدينة فاس من أكبر مدن المغرب وأكثرها كثافة سكانية، الأمر اللي كيتطلب معاه جهود كبيرة من أجل تأمين خدمات المواطنة وتحقيق البرامج التنموية وبالتالي دور أساسي للجماعات الترابية في إطار تقسيم الجهوية الجديد. خليكم مع ورقة تعريفية حول الجهة وحول مدينة فاس في التقرير التالي. تحمل جهة فاس مكناس الواقعة في وسط شمال المملكة الرقم 3 وفق التقطيع الجهوي الجديد، ويقيم على ترابها أزيد من 4,200,000 نسمة. فاس هي عاصمة الجهة التي تضم أقاليم الحاجب وإفران وملا يعقوب وصفرو وبولمان وتونات وتازة، إضافة إلى عمالتي فاس ومكناس. لا يذكر اسم فاس إلا مقرونا بالعلم والثقافة والتاريخ. المدينة التي تأسست قبل أزيد من 1200 سنة تعتبر تراثا تاريخيا إنسانيا، ولا يملك زوارها بدا من الانبهار بمعمارها المتميز ومعالمها الشاهدة على تاريخ ممتد من الحضارة المغربية. يزاوج اقتصاد المدينة بين الإرث التاريخي المتعلق بالصناعة التقليدية والاستثمارات الحديثة في الحي الصناعي للمدينة، وتعد المدينة مركز استقطاب مهم للسياحة الداخلية والخارجية. النظام الترابي هنا يعتمد وحدة المدينة المشكلة من 6 مقاطعات ومجلس للمدينة يرأسه عمدة يسهر على تسيير شؤون المدينة وفق الاختصاصات المخولة له. الجماعات الترابية كتحظى بصلاحيات كتخول لها التدخل في ميدان التنموي وتحسين أداء الخدمات المواطنة، وبالتالي سهر على سير تدبير المحلي بشكل سليم. ومن بين هذه الخدمات غادي نطرقوا في مدينة فاس لموضوع النقل الحضري بعد ما عرف هذا القطاع تحولات مهمة، لكن كيبقى المواطن هو الوحيد المخول بتقييم أداء هذه الخدمة اللي كتدخل في نطاق صلاحيات الجماعات الترابية والمنتخبين. باقي التفاصيل في الروبورتاج التالي لشفق فايز وفيصل أبروش. فاس التاريخية مدينة الثقافة والإبداع. فاس هي أيضا واحدة من بين أكبر التجمعات الحضارية في المغرب وعاصمة جهة فاس مكناس، مكانة تجعلها تشهد نشاطا وحركية كثيفين يشكلان ضغطا كبيرا على وسائل النقل العمومي. قطاع النقل العمومي بمدينة فاس شهد مجموعة من الجهود الإصلاحية، غير أن الفاسيين يرون أن ما تم تحقيقه ليس بالكافي بعد. العمومي ما كاين شي فيه، هو ما كاين شي، وخا غيروه وخا صوبوا ما كاين شي. دابا هذه عليه ثلث ساعة وأنا وقفت نتسنى هنا ما كاين شي. كاين هناك خطوط لنقصين حافلات، يعني خصهم حافلات، هناك حافلات مهترئة. بزاف ديال المسائل كتبقى في الطوبيسات، مثلا بحال التحرش بحال السرقة بحال بزاف ديال هاد المسائل. مشاكل بالجملة تشغل بال سكان فاس، خاصة أولئك الذين يواظبون على استعمال وسائل النقل العمومي، لكنهم في الآن ذاته يطمحون إلى أن يتم تحسين العرض التنقلي في مدينتهم، وهذا ما يعتبرونه من الأولويات التي يجب أن تشتغل عليها الجماعات الترابية. كنتسناو يعني تكون زاد شي وكاله جديده اللي غادي تكون شي شويه المنافسه باش من ناحيه ديال الجوده تكون في المستوى ديالها. يعني اللي كنعانيو منه اكثر انه ديما تتسنى ساعه نص ساعه وانت تتسنى الطوبيس ملي تجي تتلقى الازدحام بزاف. بالنسبه ليا كمستعمله للحافله 4 مرات في النهار كنشوف بانه خصهم بعد العدد الحافلات يتزاد. ثانيا الخدمات راهم احتفظوا بالشركه اللي جات جديده احتفظت بالحافلات اللي كانوا قدام، يعني ما كاينش تجديد الحافلات، تيكونوا في حاله يرثى لها. تنعرفوا بانه النمو الديموغرافي في مدينه فاس يعني دائما في تزايد، الشيء اللي ما كيلبيش الرغبات ديال الساكنه في هذا المجال ديال قطاع النقل. يعني كان صادر منهم أنهم يهتموا بهذا القطاع ويطوروه أكثر. التحديات التي يشهدها قطاع النقل بمدينة فاس تؤكد حاجتها الملحة إلى مخطط متكامل لتعزيز عرض النقل العمومي بما يتلائم وحجم المدينة.
سؤال شارع مشاهدينا غادي يكون حول انتظارات مواطني مدينة فاس في مجمل الخدمات اللي كتقدمها الجماعات الترابية في المدينة، على سبيل المثال في موضوع النقل الحضري وانتظاراتهم، خصوصا وإحنا مقبلين على استحقاقات انتخابية في شهر شتنبر. هاد الناس بغيناهم يزيدوا يطوروا هذا الشيء هذا ديال النقل، مدينه فاس راه مازال خاصها بزاف ديال الحوايج اللي مازال خاصهم بزاف ديال الحوايج مازال، وهاد المسؤولين بغيناهم كما نقول يزيدوا بينا القدام يخدموا البلاد شويه، ماشي كل فين ما تجي الانتخابات يقول لك وراه غادي نديروا. الناس اللي غادي يطلعوا من صناديق الانتخاب ما كرهناش انهم يتلافوا هذا النقص اللي كاين دابا ويحسنوا الوضع. ان شاء الله حنا غادي نشاركوا، طبيعه الحال هذا واجب وطني، وان كاين راه خاص اللي غيعاوننا ويوقف معنا ويساعدنا ويعرف المشاكل ديالنا. ايوا شاركنا وشنو طلعنا من هذه الانتخابات؟ والو، اللي طلع تيخدم لراسو وتيخلينا حنا اللور. كنطالب بالمسؤولين يزيدوا يضيفوا حفلات جداد، ضيف يعني عدد الحافلات ويكونوا يعني يتجددوا، ما تبقاش دوك الحافلات المهترئه القديمه. الناس اللي غادي يطلعوا حاليا اللي غادي نصوتوا عليهم حنايا ونديروا فيهم الثقه انهم يكونوا قد المستوى، يشوفوا من حاله ديال الشباب، لانها صراحه الناس اغلبيه ديالهم اليوم الشباب تيعانيوا بزاف. بصراحه هادشي تنتمناو باش ان المغرب صراحه يزيدوا بينا شي شويش القدام، وان الشباب راه تيثق فيهم. مشاهدينا كيف ما لاحظتوا اختلفت آراء المواطنين الفاسيين بشأن مستوى خدمات قطاع النقل العمومي بين مستحسن وبين من ينتظر المزيد، خصوصا عبر تفعيل دور الجماعات الترابية في هذا الشأن. إذا ما تفوتوش موعد الاستحقاقات القادمة في شهر شتنبر، وساهموا في نماء جماعتكم، مدينتكم، وجهتكم وبلادكم. رحلتنا مستمرة، وجهتنا القادمة غتكون مدينة مكناس. يمكن لكم تتفاعلوا معنا من خلال موقعنا ميديا ان تي في وصفحتنا على الفيسبوك هاشتاغ من جهة لجهة. إلى اللقاء.